السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بمتابعي ومشاهدي قناة الحريفي فلوك. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى الفيديوهات اللي كنحطو في القناة ينالوا الإعجاب ديالكم وتستفدوا منهم، ولا تنسوش الاشتراك في القناة، لأن الملاحظ أن العدد ديال المتابعين أو المشاهدات في ازدياد، ولكن الاشتراكات ماشي في المستوى ديال المشاهدات. وكنتمنى يعني فضلا وليس امرا انكم تدعمونا بالاشتراك ولايك وكومنت. في هذا الفيديو غادي نتكلموا على واحد الموضوع حساس ومهم بزاف، وجاني في الخاص وجاني كذلك او متداول في مجموعه ديال الواتساب والمجموعه ديال الفيسبوك حول الحل والتصفيه ديال التعاونيه. يعني واحد المجموعه ديال الاشخاص دار واحد المشروع ديال التعاونيه بغا يخدموا، ثم من بعد لظروف خاصه ما صافي ما بغاوش يكملوا في التعاونيه. فشنو هي الطرق القانونيه باش يحيدوا التعاونيه، يحلوها ويصفيو الامور ديالها؟ اذا فوقتاش نحلوا التعاونيه ولكن طبقا للقانون. القانون 1212 حدد الحالات التي تستدعي حل التعاونيه. اول حاجه او اول حاله هي اذا لم تكن قد بدات نشاطها الفعلي بعد مضي سنتين من تاريخ التسجيل بسجل التعاونيات، عامين من تاريخ التسجيل ما خدمتش، اذا توقفت بصفه فعليه عن ممارسه نشاطها اكثر من سنتين، بمعنى كانت خدامه ولكن توقفت على العمل ديالها لمده سنتين. الحاله الثالثه اذا كان عدد الاعضاء ديالها كيقل عن العدد القانوني لاكثر من سنه، بمعنى العدد الاعضاء ديال التعاونيه كنعرفوا انها خمسه فما فوق، فاذا طاحت تحت خمسه لأكثر من سنة هذا سبب يستدعي حل التعاونية. ثم إذا تم التشطيب عليهم سجل التعاونيات بقرار ديال المحكمة ولا بشي طريقة من الطرق تم التشطيب عليهم سجل التعاونيات، فهذه حالة تستدعي البدء في إجراءات تصفية تعاونية. أول شيء نبغي نذكر به هو أن في كل الأحوال اللي كنطلبوا من القضاء حل ديال التعاونية المنصوص عليه في هذه المادة، المحكمة عندها الحق أنها تعين واحد المصفي، وعندها الحق أنها تعطي التعاونية واحد الأجل ديال 3 شهور باش تسوي الوضعية. وكذلك هاد الدعوة القضائية بحل التعاونية كتزول إلى زالت هاد المشكل اللي على أساسه أننا بدينا الحل ديال التعاونية، ما بقاش المشاكل، إذا نستمروا الدعوة كتحيد. كذلك التعاونية ما كتحلش بموت احد الاعضاء او الانسحاب ديالو طوعا او كرها او الحجر عليه، بل تستمر طبقا للقانون بين بقيه الاعضاء. ما دام الاعضاء كاينين، كاين الاعداد او العدد الكافي، يعني ليس تحت العدد ديال خمسه ديال الاعضاء اللي هو مطلوب في كل تعاونيه، ولكن كاين الاعضاء، اذا ما عندناش مشكل الا مشى شي عضو او انسحب او تم الاقاله ديالو. كما ان الدعوه القضائيه ديال الحل التعاونيه ما عندهاش علاقه في فسخ العقود ديال الكراء والعلاقات والعقارات المستعمله في النشاط ديالها ولا المحل السكنيه التابعه لها، يعني ما عندهاش علاقه. التعاونيه هي اللي كتحل، باقي الامور عندها اجراءات اخرى. الماده 83 من القانون التعاونيه 1212. اذا نبداو في الاجراءات ديال الحل التعاونيه. بطبيعه الحال القرار ديال الحل التعاونيه بيد الجم العام الغير العادي. خلال اجتماع ديال الجم العام العادي لمناقشه نقطه وحيده وفريده هي حل وتصفيه التعاونيه، كذا من 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 انطلاقا من القرار كتولي التعاونيه في طور التصفيه. وهاد الجمله كدار في البيان ديال الاجتماع ديال الجم العام غير العادي، تعاونيه في طور التصفيه. ولكن التعاونيه كتبدا كتبقى عند هذاك الشخصيه الاعتباريه، يعني كتبقى تعاونيه قائمه لاغراض تصفيه فقط، يعني ما كتبقاش خدامه، كي الانشطه ديالها كتحبس. هنا الجمعية العامة الغير العادية كتخدم وعندها واحد المدة باش تصفي التعاونية، هي 90 يوم من تاريخ قرار الحل، وكتعين واحد المصفي
او جوج ديال المنصفيين او اكثر من بين مجلس الاداره، من بين الاعضاء ديال مجلس الاداره او المسير او من غيرهم، ماشي مشكل يكونوا باقي اعضاء ديال التعاونيه. هنا اعضاء مجلس الاداره والمسيرين ما كيبقاش عندهم المهام ديالهم، يعني ما كيبقاوش خدامين، بمعنى المصافين هما اللي تيحلوا المحل ديالهم وتيقوموا بالمهام ديالهم، وهما عندهم الحق هاد المصافين يدعوا الجمعيه العامه للعقد في اي وقت بغاو هما باش يناقشوا الامور ديال التعاونيه اللي هي في طور التصفيه. الماده 83 كتقول انه ما يمكنش تفوت اصل من الاصول التعاونيه الخاضعه للتصفيه جزئيا او كليا، شويه منها ولا كلها، لشخص سبق ليه شغل منصب عضو في مجلس الاداره او رئيس مجلس اداره او مسير او مدير او مراقب الحسابات، اما لهم او للمستخدمين لهم او الازواج ديالهم الاقرباء ديالهم او الاصهر ديالهم حتى الدرجه الثانيه، الا باذن من المحكمه بعد ما كتستمع له، عاد كيكون عنده الحق تعطي ليه المحكمة أنه عنده الحق يتم تفويت ليه واحد الآلة ولا واحد الماتيريال ديال التعاونية. كما أن المصفي أو المصفيين حتى هما ما عندهمش الحق بحال أخرين، ما عندهمش الحق ياخذوا أصل الأصول التعاونية أو تم تفويت ليه، يعني دوزوا ليه أصل الأصول التعاونية بحال الأولين حتى الدرجه الثانيه، بمعنى الاصهار ديالهم الازواج ديالهم الاقرباء ديالهم. كما ان هاد الاصول ديال التعاونيه ممكن نقدموها كحصه في تعاونيه اخرى عن طريق الاندماج، ولكن بشرط وجود النصاب والاغلبيه اللي باغيه هاد الاجراء هذا، يعني نمشيو اننا ندمجوا في تعاونيه اخرى. باش نوضحوا الدور ديال المصفين، انهم تيقوموا بجرد الخصوم والاصول ديال التعاونيه، الممتلكات ديال التعاونيه، الحساب البنكي، المعاملات ديال التعاونيه، كل حاجه عندها علاقه بالتعاونيه كيديروها في واحد المحاضر اللي غتعرض على الجمع العام يعني كخطوه مواليه. من بعد ما كيقوموا المصفين بهذاك الاجراء اللي ذكرنا سابقا، كيتم استدعاء اعضاء ديال التعاونيه باش يتداولوا في هذا الامر هذا، باش يقفلوا الحساب النهائي ويشوفوا اش التعاونيه اش عندها، ويبرئوا الذمه ديال المصفيين لان سالوا المهام ديالهم، وكذلك يشوفوا اخر اجراء ديال التصفيه. في حالة ما دازت المرحلة أو الفترة القانونية ديال التصفية والمصفين ما استدعوش الأعضاء ديال التعاونية، يجوز أحد أعضاء التعاونية أنه كيطالب من رئيس المحكمة تعيين وكيل يكلف بإجراءات الدعوة لهذا الجمع العام. في حالة ما إلى المصفين استدعوا الجمعية الختامية باش يحطوا الحسابات ديالهم، الجمعية الختامية ما بغاتش تجتمع وما بغاتش تصادق على الحسابات، المصفين او المصفي تيدير واحد المقرر قضائي وكيرسلو للمحكمه كتابه الضبط ديال المحكمه الابتدائيه المختصه، وعند الحق اي واحد عضو في التعاونيه وعنده المصلحه في هذا الشيء انه يطالع عليها على النفقه ديالو، والمحكمه بعد الانصرام الاجل القانونيه هي اللي كتقفل التصفيه بدل الجمعيه العامه. هنا كنوصلوا للاجراء ديال التقييد المعدل، ان التعاونيه تم القفل ديالها. المصفي كيتحمل واحد المسؤوليه كبيره خلال الفتره ديال المزاوله ديال المهام ديالو، في حاله ما الى حدث واحد الضرر جسيم تاضع عليه او ما انتبهش ليه، وهذه المسؤوليه ضد المصفين تتقاضى، يعني ما كتبقاش هذه الدعوه ساريه، ولكن في حاله ما الى كان واحد العمل جنائي فالدعوة لا تتقدم إلا بعد مرور 20 سنة. في حالة ما إلى تم تصفية ديال التعاونية، رصيد التصفية كيرجع للتعاونيات أو الاتحادات التعاونيات المنتمية إليها التعاونية أو إلى الجامعة الوطنية للتعاونيات في حالة وجود اتحاد،
وذلك بقرار من الجمعية العامة الختامية لعملية التصفية أو بمقرر قضائي كما قلنا. ولكن هذا الإجراء ما تيكون إلا بعد أداء الديون اللي على التعاونية ومبلغ الحصص ديال المتعاونين. في حالة ما انتج عن عملية تصفية واحد رصيد كريدي، تقسم الخصوم أو يعني هذا الكريدي يقسم بين الأعضاء ديال التعاونية بحسب الحصص اللي اكتتبوها أو اللي كان ممكن أنهم غادي يكتتبوها، على أن لا يتجاوز المبلغ ما يلزم أداؤه المبلغ الناتج عن تطبيق أحكام المادة 32 من هذا القانون. إذا شروط وإجراءات ديال التصفية ماشي سهلة، وبالتالي خاص يكون مستشار ديال التعاونية معكم باش يعاونكم على التصفية. والسلام عليكم ورحمة الله.